القطر ضايع ده ضخم وهيقعد ساعه. يلا عد 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 عليا النعمه. انت ما بتفهم بقى، تسيب واحده زي نجاح تضيع من ايدك وراح تجري ورا عيله. يا بت افهمي، نجاح دي سابتنا امسك ايدها، ولو كنت زودتها شويه ما كانتش منعت. والبت اللي ما اتمنعش قبل الدواز ما تتضمنش بعد الدواز. نجاح اشرف من الشرف وانت الخسران. المثل هيقول اكفي الجدر على فمها غير رزقك لم تحوش. تصدق انك بقف وحمار وصدق اللي سماك غباوه. يا دازمه يا بنت الدبانه، بتشتم اخوك الكبير ورحمه امك لسيح عظمك. ورحمه ابوك وامك، لو مديت ايديك عليا لكم مكسره البيت علي فيه. كسريه. هكسر حبيبه قلبك دي. لا 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 لا، خلاص خلاص، انت هتمسكيني من ايد اللي بتودعني. سافول يا ام هندي. اهلا يا اخويا. مين؟ انا كرم غباوه. ايه كرم بتاع الكارته؟ ازيك يا ابله هندي؟ هندي هو انت من البلد اللي بيقولوا الجيم ديم؟ لا، من اللي دمبيها. طب وانت تعرف انجي منين ان شاء الله يا اخويا؟ ايه اللي عارفها؟ طب ده انا حتى ده اتجوزها، بس بسرعه حتبوك الاحسن سلام الموقف لوحديه. حجاج اللي اوله شرط اخره نور. انا اتفقت مع كرم انها هيخليها تخلص علامه، وعايزك انت تشهد والنبي. انا شاهد وضامن كمان. وماله؟ بس هي تشد حيلها وانا ادخلها ثانوي تجاري وتكبر روس تساوي. ايه وانت معاك ثانوي تجاري؟ لا ياما، انا مش تلميذ، ده انا فريز. انا بقالي 20 سنه واقف قدام المدارس صناعي وتجاري وتوديهي. انا جايها عنك. السلام عليكم يا عوض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برضو عليك 10 جنيه. وصلت الطلبات لأصحابها؟ ايوه طبعا. لو خدي فاكهة البيت وادي ايدك اكن العصير لحسن تبوظ. هتهوى واشرب بجماب وبعدين اطلع تاني، مش شايف العرق قد ايه؟ يا ريالة بطل جلع، خلص يا حيلة خلص، خليك تلحق ترجع قبل الدنيا بتليل. ما عندك شحطين غيري، اشمعنى شحاته يعني؟ بتقسم الطلبات علينا يا اخي، ولا عشان ابويا سايب لك الدكانه تتمرس علينا؟ طب مش طالع طالما الحكايه لايف لاي، ولما اجي ابويا بقى نحكمه بينا. جريله خبطوا ليه؟ بتعلي صوتك على اخوك كبير. خلاص يا سالم حاج الخير، بعد الدنيا عليك. كل خدمه شرف، انتم مفتريين، قاعدين من الصبح بتلعبوا وهو الوحيد اللي بيشتغل، وكمان عايزين تضربوه؟ ما تروح انت يا تنبل تودي الفاكهه، على الاقل تعمل بلقمتك، ولا اليومين اللي بتلهفها حتى مش عايز تحللها. نحللها يا ست البنات، يا اصيله يا اخت الرجاله. عاجبك الكلام اللي بتقوله اختك يا معلم طلب؟ ما تختش يا بنت، عامله راجلك زي الناس، قلت لها بتاعتك دي. راجلي شلح يا راجلي. ده عقد بيع مني بحته الارض اللي انتوا قاعدين فيها. ايه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ دي ارضك، ده احنا بنبوس ايدينا وش وظهر كل يوم عشان سايبها لنا نسترزقوا منها ونتستروا فيها. ما كفاكش ارض ابوك اللي الثوره خدتها وفرجتها على المخاليف؟ وقتها كنت زعلان، لكن دلوقتي بقول والله كان عندهم حق. انا ما بديكش صدقه، انتوا ليكوا حق في الارض دي اكتر من ابني اللي ما بوريناش وش ولا كل 5 سنين مره. يلا يا نجاح هاتي بقيه الوقت. هو يعني كان هيخس عليه ايه لو كان اداكوا بقيه اتنين دي بالطول؟ ما ولده هادد على بلاد بره ومعايز يردع. يا سلام يا اولاد، لو كان ده حصل كنا بنينا عماره عينك. ما تخرس يا عاد منك ليه؟ انتوا ايه ما بتشبعوش؟ واحنا كنا طايلين بقينا اصحاب ملك وبرضه مش عاجبكم. اهو بقى صاحب ملك اهو. بتقولي ايه يا بت يا بيسه؟ ولا حاجه يا ابو الحاج. مش انت بس اللي مستعجله، انا كمان. الخميس الجاي يا كرم احنا عنديكم عشان نقروا فتحه بيسه. وانا يابا. انت ايه؟ قلت لك يابا انا عايز اتجوز. وانا قلت لك يا سالم هنروح البلد وانجي لك عروس. ماشي يابا، من الواجع من قعر الجف. شحاته احسن منك، شحاته متعلم عنك، شحاته ضفره برقبتك. يابا حرام عليك، ده ولدك بردك. يا اخي حرمت عليك عيشتك كلب. مبروك يا شحته، مبروك يا بيسه. ربنا يخليكم. يلا يا اولاد سيبوا العرسان يقعدوا مع بعضيهم. وانت يا شحته اجازه بكره عشان تفسح عيالك. يفسح مين يا ابو الحاد واحنا لحقنا؟ دي يا دوبك فاتحه. انا منى عيني اشوف شحته عريس واشوف له عيل. ربنا يديك طول العمر يا ابو الحاج، وتعيش لما قلعنا كلنا قدامك وتقعد لوحدك زي قرد قطع. شوف احنا هنضرب الحشيش ونضرب البيره ونضرب بعض. نضرب بعض كيف؟ زي ما بقول لك كده وهتشوف. شد شد يا بطل، شد يا رادل. خبر ايه يا عريس؟ فيك شربته كتير. بس يا بت انت، ده كلام بيننا وبين بعض رداله.
بالدالة يا شحاتة، شد شد يا ابو نسب. الله فين الصحة؟ فين انت هتنام ولا ايه؟ خبرين شد شد عشان تفوق. ما تقوم يا بيت شغل لنا مزيكا بدل دي لدي، حط لنا حدا فرايح. شد يا بطل، شد يا معلم. عظمة. سمعت نكتة الأسانسير؟ لا. يبقى انت كنت طالع على السلم. شد يا رادل. الله شد، انا هظبطك. قوم يا بيت ترقص العريسه. ما تختش يا كار. قوم يا بيت على الطلاق. لا تقومي والا هرجع في الفتح. نزل مية البحر لما جاتنا الحمى. ابوك ما بقاش سنين في الموقف عريان في البرد والبرد يرصرص في نتته. ابوك ساعدني بس انا كنت راجل قادر احمي المكان اللي اداهولي. رك عليك انت، اما ابوك يموت اخواتك هيفحصوك تحت رجليهم بالدسم. خد اختي يا شحاتها، خدها على الله تقدر تحميها ولا تحمي نفسك. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجرنا الغوص رسول الله. وعلى العشاق تجلى أهلا أحبابي وسلى. ما قال لعاص كلا يا عطف رسول الله. يا رسول الله يا حبيبي، يا رسول الله يا طبيبي، يا رسول الله أجر. مش عاوزكم يا أولاد تفوتوا جمعة من غير ما تزوروا سيدنا. لو عندكم هم الدنيا تيجوا وتنفضوه على بابه. مدد يا أهل البيت. كنت بأجر الموتوسيكل ده عشان تسيب الحضارة الجاي. I'm
وسط الناس دي كلها؟ مش عارف، باين نسينا نجيب البنطلون اسود. الوصله بتاعتك لسه خالصه يا مع عم حجاج. مستأذن منك يا كرم. ايوه ايوه عم حداد صح. ايه اللي في وشك ده يا بنت الكلب يا سايبه؟ ما انت لو ليك رادل يا ربيكي ما كنتش عملت كده. قوم وقفي وقفي. انا ما عرفتش اربيكي ولا ايه؟ انا ما عرفتش اربيكي. كانوا بيمسكوا الصعايده في الشوارع، ولما الرئيس عبد الناصر رجع قابل وزير الداخليه في